رحب متابعينا الأكارم بضيفي الكريم المتواجد معي بالأستوديو الأستاذ هواري تغرسي الخبير الاقتصادي. ورحب بك معنا. أهلا سيدي. مرحبا. شكرا لقبول الدعوة. كذلك سأستقبل هاتفيا عبر الهاتف السيد اسماعيل بن موسى أحد أعيان ولاية تندوف. ورحب بك معنا. مساء الخير. مرحبا. ورحب بك معنا. مساء الخير سيد اسماعيل بن موسى. مرحبا. مرحبا بك. سأستهل معك النقاش سيد اسماعيل بن موسى كأحد أعيان ولاية تندوف، الوزير الأول الذي يزور ولاية تندوف، وهذا للعمل والتفقد والوقوف على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية في خرجته للولاية. قبله وزير الداخلية زار ذات الولاية، وكذلك وزير الشباب والرياضة، والرئيس عبد المجيد تبون كان قد حط الرحال لهذه الولاية للوقوف على برنامج تكميلي قيمته المالية 29.9 مليار دينار. كيف تقيمون وتقرؤون هذا الإنزال الحكومي الغير المسبوق لولاية تندوف؟ إذن شكرا. وبالفعل تندوف عرفت في الأونة الأخيرة، في المدة الأخيرة، خاصة بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى تندوف، تسارع كبير وتسابق لمختلف الوزراء ابتداء من وزير الداخلية، وزير الصحة، ووزير والأخير الوزير الأول. هذا السباق في إطار التنمية وفي إطار تبليغ برنامج رئيس الجمهورية الذي أخص به ولاية تندوف مؤخرا. ضف إلى ذلك هناك المشاريع الكبرى التي عرفتها ولاية تندوف. هذه المشاريع عملاقة، هي مشاريع متمثلة في غرج بلاد، متمثلة في السكة الحديدية، متمثلة في معبر الحدودي، متمثلة كذلك في الطريق الرابط الذي سيربط ما بين تندوف وموريتانيا. إذن تندوف أصبحت قبلة المشاريع، قبلة التنمية، ما يؤهلها أن تكون بوابة فعلية لغرب إفريقيا، بوابة لكل التنمية الاقتصادية. ستشارك بهذه المشاريع الكبرى وبهذا البرنامج التكميلي الذي قرره رئيس الجمهورية، ستشارك في التنمية الوطنية بصفة عامة. ودليل على ذلك فأن كل ما وعد به السيد رئيس الجمهورية وعد به سكان تندوف إلا وأوفى بعهده وأوفى بكل التزاماته وبكل عهوده، سواء العهود التي جاء بها خلال زيارته لولاية تندوف، سواء العهود التي والتزاماته التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية. طيب، هل سيد اسماعيل بن موسى كأحد أعيان هذه الولاية، هل تم الأخذ بعين الاعتبار أهم العروض والمقترحات التي قدمتموها في هذا البرنامج التكميلي؟ بالفعل هي هذه المشاريع وهذه البرنامج الذي خص به رئيس الجمهورية، خاصة به تندوف، هو انطلاقا من الانشغالات التي قدمها سكان الأعيان والمجتمع المدني خلال الزيارة. كل ما طلبوه سكان ولاية تندوف خلال الزيارة، كل ما كان يحلم به سكان ولاية تندوف إلا ولبي من خلال هذه الزيارة التي من هذه البرامج التنمية الذي تمثل في 29.5 مليار دينار جزائري. إذن هذه حقيقة لفتة نوعية ولفتة ومفصل تاريخي عرفته ولاية تندوف، سيكون إن شاء الله بالإيجاب على الولاية وعلى الوطن بصفة عامة. طيب، أشكرك جزيل الشكر سيد اسماعيل بن موسى. في الختام فقط أختم معك النقاش بزيارة الوزير الأول للوقوف عن مدى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والإعلان عن البرنامج التكميلي للولاية وحتى تدشين السكة الحديدية نحو غارة جبلات. كيف ترى البرنامج التكميلي المعلن عنه، وهل فعلا راعى كل النقائص للولاية؟
بالنسبة فعلا هو سيد رئيس الحكومة، بالفعل هو السيد رئيس الحكومة جاء في زيارة لمتابعة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية لمتابعة مدى تنفيذ وانطلاق سواء الانطلاق التي وضعها رئيس الجمهورية انطلاق الأشغال في السكة الحديدية أو وضع الحجر الأساسي في غار شبيلات للمتابعة. وقف رئيس الوزير الأول على هذه الانطلاقة وقدم وجاء بالمبالغ المالية الباهظة الكبيرة ليطمئن وليطمئن مما سجله سكان تندوف بارتياح على هذه المشاريع، وفصلها تفصيلا التي مست 7 قطاعات كبرى. كنا رئيس الوزير الأول فصل هذه وحدد كل قطاع وحدد المشاريع التي ضمت 18 عملية كلها، بالتالي أشرف على الانطلاق الفعلي والتجسيد الفعلي لهذا البرنامج. شكرا لك جزيل الشكر السيد إسماعيل بن موسى أحد أعيان ولاية تندوف، شكرا لك. أعود لك من جديد السيد وأستاذ وليد غرسي. اليوم الوزير الأول التقى بفعاليات المجتمع المدني للإعلان عن البرنامج التكميلي للولاية كما سبق وأشرنا مع أحد أعيان طبعا ولاية تندوف، قال إنه هذا البرنامج راعى أهم انشغالات المواطن البسيط لهذه الولاية وصولا كذلك لاستغلال هذه المنطقة من طرف الدولة الجزائرية للدفع بعجلة اقتصادها. كيف ترى هذا البرنامج التكميلي الذي قدر ب 29.9 مليار دينار؟ أكيد طبعا شفنا الحركية فيما يخص تنمية كثير من الولايات. البداية كانت من خنشلة وشفنا كثير من المشاريع الاستثمارية في ولاية خنشلة، وتم فتح الخناق بالنسبة لهذه الولاية من خلال مشاريع مهمة، مشاريع هيكلية لتطوير وتنمية الطريقة. ثم اللي بعدها كانت كذلك تسمسيل، لأنه طبعا ولاية تسمسيل تعانات من إشكالية أو الإشكاليات مرتبطة بقطاعات متعددة. النقطة الأولى هي قضية العقار، النقطة الثانية إعمار. نعم نعم، لأنه كانت هناك طبعا عراقيل بيروقراطية فيما يخص العقار طبعا الاقتصادي، ونظن أنه الحكومة حلت هذا الإشكال، وإلى جانب مشاريع مهمة سواء بالنسبة لقضية الطريق طبعا السريع، شفنا أنه ربطها كان مباشرة بالنسبة لطريق سريع، ربطها بولاية تيرت، ربطها بين كذلك بالنسبة للمدية، كذلك المشاريع أخرى في هذه الولاية. ثم شفنا كذلك الجلفة وربعة طبعا رفع الغبن على المواطن الجلفاوي من خلال هذه المشاريع. اليوم طبعا جينا إلى ولاية رابعة، لأنه السيد الرئيس كان تعهد تقريبا بعشر ولايات. ولاية الجلفة، ولاية الجلفة اليوم اليوم طبعا ولاية تندوف مهمة. نعم. جدا هذه الولاية اللي شفنا استثمارات عمومية كبيرة في المرحلة السابقة. نعم. بينها طبعا القطار اللي كان تقريبا سكة الحديدية المرتبطة بقارج بيلات إلى بالشرط تقريبا 950 كيلومتر، وهذه مهمة جدا لخلق حركية بالنسبة لهذه المنطقة. ثم كذلك بالنسبة لطريق الربط بين تندوف وكذلك الزويرات، هذا مهم جدا. حتى بالنسبة لفتح معابر الحدودية لهذه الولاية راح تخلق حركية، وحتى بالنسبة للمنطقة الحرة، لأنه ضروري أن السيد الرئيس كان قال قبل طبعا نهاية السداسي الأول يجب أن تكون طبعا هذه الممر وهذه المنطقة الحرة يمكن تفعيلها من خلال الامكانيات الوطنيه. نظن انه هذا جانب فيما يخص الاستثمارات العموميه الموجهه في طبعا هذه المنطقه، ما دام انه تم تدشين طبعا هذا المصنع طبعا هذا المركب وبدات الانطلاقه، راح نشوف حركيه في المرحله القادمه بالنسبه للمؤسسات المرافقه والمناوله. نعم. وينبغي وضع خريطه ووضع كذلك برنامج تكميلي بالنسبه لهذه الولايه من خلال طبعا انشاء عده مشاريع. حاجه الاولى مرتبطه بقضيه التعليم، مرتبطه بقضيه طبعا السكن، شفنا انه برنامج خصص الى قطاع السكن، خصص الى بناء مستشفى كبير بالنسبه لهذه الولايه، ومرتبطه كذلك بالنسبه لقطاع الشباب. كثير من القطاعات الوزاريه تقريبا 6 أو 7 قطاعات وزاريه راح نشوف انطلاقه لمشاريع. اليوم تم تدشين كثير من المشاريع في طبعا في هذه الولايه. نظن انه هذه الولايه محوريه، ولايه طبعا حدوديه مهمه جدا، ولايه طبعا بعدها او بعد افريقي في المراحل القادمه، ولايه
تحتاج طبعا إلى تفعيل كل الإمكانيات الموجودة في المنطقة وطبعا تحسين الظروف وكذلك خلق طبعا جو، لأنه خلينا نقول لك مناخ مهم جدا في عملية الإثمار، لأنه تقريبا هي الأقرب من المناطق الحرة، هي الأقرب من هذه المنطقة الحدودية، هي الأقرب طبعا من هذا الطريق الرابط بين أشرت لنقطة مهمة جدا سيد هواري تغرسي، إلى جانب غرج بلات وإلى جانب البرنامج التكميلي الخاص بهذه الولاية التنموي لسكان الولاية، حديث عن مشروع وطريق أزويرات بولاية تندوف، برأيك إلى أي مدى سيسمح هذا الطريق وهذا المشروع الضخم بإنسيابية حركة أولا البضائع والأشخاص وخلق شركة اقتصادية فعالة بين الجزائر وشركائها الاستراتيجيين الأفارقة، وكيف سيسمح كذلك للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الولوج لأسواق أفريقية؟ نظن البداية في ربط هذا الطريق بطريق السكة الحديدية، لأنه طريق السكة الحديدية سيد الرئيس يريد طبعا تفعيله إلى كل مناطق الوطن، سواء بالنسبة للمناطق الشمالية ثم المناطق الأخرى، لأنه هناك مشروع كبير بالنسبة للجزائر للوصول إلى مستوى 15,000 كيلومتر فيما يخص السكة الحديدية، لأنه وهذا راح يخلص أو راح يخفض طبعا تكلفة الإنتاج بالنسبة لكثير من السلع والمنتجات اللي موجودة في الجزائر، واللي عرفت إقبال بالنسبة للموريتانيين وحتى بالنسبة للسنغاليين، إنه الهدف ليس فقط موريتانيا ولكن كيف يمكن الولوج إلى المنطقة الاقتصادية لغرب أفريقيا. تقريبا 350 مليون مواطن ويعتبر مستهلك، كيف يمكن إنه نوفق للولوج إلى طبعا أفريقيا عن طريق هذه المنطقة، وطبعا الوصول إلى نيجيريا في المراحل القادمة. البداية طبعا تكون عن طريق هذا الطريق الرابط بين هذا، ونشوف أنه راح نشوف حركية في المرحلة القادمة، لأنه نحكو إشكالية البنوك يجب أن تكون البنوك موجودة في هذه المنطقة، نحكو على إشكالية الضمانات بصفة عامة ودورة في المنطقة، نحكو على شركات المناولة اللي ممكن تكون في هذه المنطقة، نحكو على صناعات تحويلية اللي ممكن تكون في هذه المنطقة، راح نشوف حركية كبيرة تستفاد منها المنطقة وتستفاد منها الجزائر بصفة عامة للولوج إلى طبعا إفريقيا، وهذا مهم جدا. ولكن ينبغي، لأنه لاحظنا أنه كثير من القوانين وكثير من الشائعات هذه السنة الهدف منها خلق حركية بالنسبة لمناخ الاستثمار في الجزائر، الآن أنه انطلقنا بالنسبة لقانون الاستثمار ليعطي أكثر تحفيزات للمنطقة، لأنه قانون الاستثمار مرتبط بتحفيزات بالنسبة للمناطق، وولاية تندوف من بين المناطق اللي عندها امتيازات كبرى، مرتبط كذلك بالنسبة لي مش فقط في المناطق ولكن بالنسبة للقطاعات الوزارية، وشفنا أنه دعني أثري هذه النقطة بالذات قبلك سيد هواري تغرسي، كان ضيفي الكريم من وزارة الصيد البحري، قال إن اليوم الجزائر تستورد الأسماك والمنتجات الصيدية من موريتانيا عبر تندوف. اليوم لما نتحدث عن هذا المعبر الذي تراهن عليه الجزائر لتكثيف تعاونها السياسي والاقتصادي مع جارتها موريتانيا لتسهيل تنقل البضائع وتعزيز المبادلات التجارية، برأيك إلى أي مدى هذا المعبر وهذا المشروع الضخم سينافس المعبر الحدودي للكركرة الذي يربط الجزائر بجارتها الجنوبية موريتانيا بعمقها الإفريقي كذلك؟ أكيد، ولكن خلينا نقول لك نقطة مهمة جدا من حيث التكاليف بالنسبة للمنتجات الوطنية بالنسبة للتصدير المرحلة السابقة، عفوا المرحلة اللاحقة، لأنه احنا طبعا الموارد التقوية موجودة في الجزائر وغير موجودة في كثير من الدول. حاجة واحدة أخرى أنه عندنا منظومة تشريعية مهمة جدا، حاجة ثانية للإمكانيات اللي موجودة في الجزائر ويجب استغلالها، ثالثة طبعا بالنسبة للعنصر البشري. نظن بالنسبة لهذه المنطقة كيف يمكن طبعا في إطار التوليفة هذه وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الجزائر وكثير من دول، نظن موريتانيا وخلينا نقول لك أنه لم ترتقي لاستغلال الإمكانيات الوطنية اللي موجودة في موريتانيا، أنه راح نشوفه مش فقط عملية تجارية، لأنه مش فقط نبيع المنتجات ونصدر المنتجات، ولكن المرحلة القادمة استغلال الإمكانيات الموجودة في موريتانيا، عندنا أموال طبعا، عندنا فكر، عندنا مؤسسات وطنية كبيرة في مخصة الجنب، كيف يمكن تطويرها في موريتانيا وحيث الثقة الموجودة بين الجزائر وموريتانيا. نظن أنه ما
ما عندناش مشاكل في الجانب هذا، ولكن راح نحدث طفرة فيما يخص عملية الاستثمارات الموجودة. اليوم شفنا أنه كثير من التفاعل وكثير من الشراكات بدأت بين الموريتانيا والجزائريين. الغد طبعا ممكن أنه لأنه لما نشوف الطريق هذا مهم جدا، راح يخفض من التكاليف سواء بالنسبة للتكاليف لاستيراد هذه المنتجات وأولها طبعا السمك، أو بالنسبة للمنتجات الخامة اللي غير مستغلة. اليوم موريتانيا تقريبا من أفقر دول في أفريقيا، لأنه علاش؟ لأنه كل صراحة تحتاج إلى استقطاب تكنولوجيا، تحتاج إلى تمويل المشاريع، تحتاج إلى، نظن أنه الجزائر خاصة مع الرياحية اللي موجودة فيها الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين اللي موجودين في الجزائر يقدر طبعا يغطي، يقدر يوقف، يقدر يحدث طبعا شراكة مع موريتانيا في المراحل القادمة. وهنا تتم طبعا استغلال هذه الإمكانيات، لأنه لما نشوف الفوسفات موجود موريتانيا، لما نشوف الحديد، لما نشوف الذهب، لما نشوف طبعا كثير من المناجم الموجودة ولكن تباع على شكلها الخام، كيف يمكن إحداث هذه الحركية والاستقطاب الثقة طبعا موجودة وتفعيل طبعا الشركة للولوج إلى مناطق أخرى؟ لما لا طبعا نشوف شركات طبعا اقتصادية من خلال القطاع الخاص في المرحلة القادمة للولوج إلى المجموعة الاقتصادية بالنسبة لغرب إفريقيا، لأنه قلت لك عدد كبير من السكان موجود في هذه المنطقة. ومن خلال استغلال الإمكانيات الوطنية وحتى المنتجات اليوم الوطنية، لأنه كان إقبال كبير بالنسبة لهذه المنتجات. طيب بما أنك تحدثت عن الإقبال والمنتجات، اليوم ولاية تندوف التي أسماها الرئيس عبد المجيد تبون بالاستراتيجية بالنسبة للجزائر، خلينا نقول حتى بالنسبة لهذا المعبر المعول عليه والذي طبعا تراهن عليه الجزائر، معبر أزويرات بتندوف الذي من شأنه أن يسمح بفتح مشاريع تنموية أخرى، اليوم بالأشراف الشخصي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا البرنامج تكميلي زيارته الميدانية، كذلك الإنزال الحكومي الغير المسبوق لهذه الولاية، وزير الداخلية وزير الأول الذي يقف شخصيا على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية في خرجته، كيف ترى اليوم السياسة العملية للرئيس عبد المجيد تبون في متابعة برامجه وتنفيذ قراراته؟ أكيد السيد رئيس الجمهورية من خلال هذا الإنزال يريد المرافقة والمتابعة والتسييد بالنسبة للمشاريع، لأنه وعد طبعا السكان تندو في المرحلة السابقة للخرج المدنية نتاعو إلى مشاريع مهمة جدا، ولكن تفعيلها ينبغي أن يكون طبعا مسؤولي القطاعات الوزارية لإنجاز طبعا لإنجاز هذا المعبر المهم، لإنجاز هذه التنمية على المستوى المحلي، لمرافقة، لأنه اليوم عندنا طبعا مركب مهم جدا اللي ممكن أنه نوصل إلى سنة 2040 إلى مستوى تقريبا ما بين 40 و 50 مليون طن. وهذا رقم كبير جدا مقارنة بالنقطة كان قالها السيد رئيس الجمهورية، ينبغي تحويل نظر أنه نصدر المنتجات الأولية إلى عملية لصناعة تحويلية. وهنا دور طبعا الشركات، راح نشوفه في هذه المنطقة عدة شركات وعدة مؤسسات خاصة وحتى عامة لاستغلال هذه الإمكانيات اللي موجودة في غرج بلاد. إذن الرهان طبعا موجود، حتى بالنسبة للسيد الرجموني مؤخرا في مجلس الوزراء طلب بتفعيل حتى منظومة الفلاحية لمنتوج أرغان، معناتها زيت أرغان. كيف يمكن اليوم مش فقط منطقة فيما يخص هذا القطب ولكن عدة أقطاب، وخلينا نقول لك لم نستكشف أو لم نكتشف كل الصحراء الجزائرية، هناك إمكانيات طبعا في كل القطاعات موجودة في تقريبا في كل المناطق. إذن راح نشوف من خلال الحركية الوزارية ومن خلال طبعا الإنزال الوزاري الموجود لتجسيد طبعا هذه الوعود، لتجسيد هذه المشاريع وللإسراع، لأنه نحتاج السرعة في إنجاز المشاريع. على السيد رئيس الجمهورية قال قبل السداسي الأول 24 يكون المنطقة الحرة بدأت في العمل، قبل نصف سنة تقريبا، ما عطاش سنة، نصف سنة ينبغي أن تكون انطلاقة فعلية بالنسبة لهذه المشاريع. وينبغي كذلك مش فقط في هذه المنطقة، ينبغي أنه نسرع في إنجاز المشاريع، وحتى في هناك بعض القوانين اللي عرقلت اليوم، أنه هناك قوانين موجودة، قانون الصفقات العمومية اللي كان موجود في المرحلة السابقة كان يعرق العملية وعملية إنجاز كثير من المشاريع، تم استبداله بقوانين أخرى. الهدف منه هذه المنظومة القانونية تحسين
منظومة الاستثمار وتفعيلها في أرض الواقع من خلال عملية تحفيزية بالنسبة للمشاريع، من خلال تحفيزية بالنسبة لإنجاز طبعا المشاريع. اليوم قلت لك أنه قانون الاستثمار وقانون طبعا العقار وقانون المرتبط بالمقاول الذاتي اللي كان تقريبا نعم المرحلة السابقة 5% جاء فيه قانون، ولكن حول طبعا هذا الرسم اللي كان موجود 5% إلى 0.5% فقط قيمة رمزية لاستقطاب اقتصاد المعرفة والمؤسسات الموجودين خاصة في سوق الموازية. نظن أنه هكذا تبنى الجزائر من خلال تفعيل وإنجاز المشاريع ومن خلال إنزال طبعا الحكومي بالنسبة لكل الإنجازات ومن خلال طبعا تفعيل دور الولات لمرافقة كل المشاريع. طبعا مع دليل أنه صوامع التخزين كان طالب سيد رئيس الجمهورية على الولات أنه يرافقوا العملية ويكونوا طبعا المسؤولين الأولين. إذن حركية كبيرة في الجزائر في انتظار شريعات أكثر لتطوير المنظومة ومناخ الاستثمار بصفة عامة. شكرا لك أستاذ هواري تغرسي الخبير الاقتصادي على حضورك معي بالأستوديو.